صباح متجدد من صباحات فصل الصيف تجمعني بكم عبر هذا الصباح الدافق في النفوس الأصيلة، ولذلك يعد الصيف فرصة كبيرة ومهمة للاستمتاع بجمالية الأجواء وبأجمل أشكال الحياة التي تنشر طبعا كل ما هو جميل على سطح الأرض بأكملها، ويكثر في فصل الصيف المرتفعات الجوية حيث يصبح لون السماء صافيا إلى حد عالي وخاليا من الغيوم. صباح جميل يجمعني بكم. أسعد الله بالخير، صباحكم مجدداً، وأنا أحييكم عبر برنامجكم المباشر صباح اليمن اليوم الذي يأتيكم دائماً عبر شاشتكم قناة اليمن اليوم. استعادة التوازن الغذائي هذا هو موضوع حلقتي لهذا الصباح. أتشرف أن تكون معي في الاستوديو الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشارة التغذية العلاجية والتجميل. صباح الخير دكتورة ولاء. صباح الخير يا أستاذ صبري، نورتي الاستوديو. ده نورك، مرسي. أخبار العيد وأخبار إجازة العيد إيه؟ جميلة جميلة، استعادة التوازن النفسي. واليوم حنتكلم على التوازن الغذائي إن شاء الله. طبعا انتهينا من شهر رمضان المبارك، أتمنى أن يكون طبعا أن يتقبل الله صيامنا، وأيضا كانت هناك أيام العيد يعني لولا الوضع الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا نحاول دائما أن نزرع الابتسامة على وجوه الناس، أن نتحدى موجعات الحرب لكي يعم الحب والسلام على الجميع. المهندس رشيد معي الآن عبر الهاتف، إذن سوف نحاول التواصل معه مجددا. السادة المشاهدين، طبعا استعادة التوازن الغذائي هو مهم جدا، لكن في أولى فقرات البرنامج سوف نعرض لكم فقرة عن
أهمية ممارسة رياضة الكارديو، وهي من أهم الرياضات التي تؤدي إلى تقوية عضلة القلب وتحسن بشكل كبير من الدورة الدموية والتحسين من عملية الأيض عن طريق عملية التمثيل الغذائي والتخفيف من أي عوارض قد تؤدي إلى اكتئاب الفرد والتقليل من شعور الأفراد بالتعب. وممارسة الكارديو تبعد الطاقات السلبية مثل القلق والتوتر والضغط النفسي، حيث يؤدي التوتر إلى زيادة الشهية وبالتالي الزيادة من السعرات الحرارية المتناولة. Y'all see me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I? Am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked down. See me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I? Am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked down. You're too strong, wanna battle with the beast, bring a few on. The commander and the chief for my crew on. Bullets rattling and whistle at your toque. Never sleep, eyes open, hands clutching on my loop. This a war zone. This a war zone. Yeah, this a motherfucking war zone. يعتمد الإنسان على نظام غذائي يختلف في التوقيت النوعية خلال أيام السنة، وهو ما يعني أن أي تغيير في النظام الغذائي بعد ذلك قد يؤدي إلى مشكلات صحية للعديد من الأشخاص، لا سيما في الجهاز الهضمي كاضطرابات عسر الهضم والتهابات المعدة وزيادة الوزن وغيرها. وطبعا ننصح بالتدرج في تناول الوجبات والتركيز على الوجبات الصغيرة والمتفرقة مع الاستمرار على نظام غذائي معتدل ومتوازن وصحي والاعتماد على الخضروات والفواكه وتنظيم الوجبات الغذائية وتناول الأكل الصحي المتوازن المعتدل في الكميات والمختلف في الأنواع الذي لا يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية أو النسب العالية من الدهون، والذي سيؤدي طبعا دورا أساسيا في التمتع بصحة جيدة وحياة صحية. هناك نصائح مهمة سوف أتحدث بها ضيفتي في الاستوديو الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشارة التغذية العلاجية والتجميل. دكتورة ولاء مرحبا بك مجددا. طبعا انتهينا من شهر رمضان المبارك، هناك من التزم طبعا بالصوم وعدم الأكل بتخمة، طبعا هناك من استفاد أيضا من شهر رمضان في تقليل الوزن والابتعاد عن. أنا عايز أعرف بس مين اللي التزم بالموضوع ده؟ أنا التزمت يا دكتورة. برافو. طبعا ودخلنا على العيد، فهناك أيضا للأسف يعني لم يستغل أيضا العيد أنه يواصل التمتع بصحة جيدة من خلال عمل توازن غذائي مهم يعني لصحته، لأنه هناك أيضا البعض شعر بصعوبة أن يظل ملتزما كعادات غذائية. يعني هو طبعا يعني شهر رمضان هو كتير كانوا بيعانوا من صعوبة الالتزام بموضوع ان هم يعني بعد صيام كبير ان هم ياكلوا كميات قليلة، رغم ان ده بيحصل مع ناس كتير بطبيعتهم، يعني طول يوم كبير صيام بيخلي الواحد مش قادر يخش
ياكل كميات كبيره من الاكل، وخصوصا مع وجود كانت الدنيا حر شويه، الجو يعني ما كانش بيدي مساحه الاكل بالشكل المطلوب. تمارين الكارديو على فكره من التمارين المهمه جدا لو احنا ربطناها مع الساعه البيولوجيه مع الاكل، يعني التركيبه دي مع بعضها كده مع الصلوات، يعني احنا خلاص دخلنا على العيد وبقينا هناكل بشكل متوازن زي ما بيقولوا. لو ربطنا الكارديو مع تمارين النفس، يعني انا بعمل التمارين وبظبط نفسي معاها في اوقات الصلاه، وبعدها هيبقى فيه وجبه خفيفه ويفضل انها تكون بروتين وخضروات، ده هيبقى كويس جدا، وخصوصا لمرضى السكر. يعني انا دايما بربط السمول فريكوينت ميل بمرضى السكر مش اكتر من كده، لكن علشان انا كل شويه هاخد وجبه صغيره، انا كل وجبه هاخدها انا هطلع قدامها انسولين، فالانسولين اللي هيطلع دوت كمان شويه هيجوعني، فانا المفروض ان انا هاكل كل ما هجوع. يعني الموضوع دوت مش بيبقى صح قوي، لكن انا لو موضوع الصيام اتعمم شويه ممكن يبقى الفتره اقل شويه لو انا مش صايم، يعني ده هيكون صحي اكتر على فكره مع وجود الكارديو مع وجود تمارين التنفس. طيب يا دكتوره، خلال ايام العيد للاسف هناك من افرط في تناول الحلويات والسكريات والمكسرات، هذا طبعا تقريبا بيعمل صدمه للجسم. يعني هي مش صدمه بس، هي كمان دي حاجه مش صحيه. يعني هو السكر اساسا مش من الاكلات الصحيه بالمقام الاول خالص. والمصيبه يعني عندما الانسان مثلا يبدا يومه بحلويات او سكريات صعب، يعني الكحكايه اللي بتتغمس في السكر دي، يعني دي التركيبه كلها هي اوريدي مش صحيه. لكن احنا عايزين نستمتع بالكحك ده، ماشي اوكي، هناخد بعديكم كوباية شاي أخضر، لأن في ناس كمان بتاخد شاي بلبن أو كوباية لبن، أو ده برضو مش صحي خالص. يعني يمكن حضرتك الشاي الأخضر كويس مفيد للجسم. الشاي الأخضر هيساعدنا جدا على زيادة الحرق، هيساعدنا جدا على هضم اللي احنا خدناه. الآثار الجانبية للحاجات دي ممكن تبقى أقل شوية، لكن طبعا احنا كلنا بننصح دلوقتي بالامتناع عن السكر تماما، يعني في ظل الأمراض والمشاكل المناعة الكتير احنا محتاجين ان احنا نشيل حاجات بت بت بتعمل تدهور في الجهاز المناعي بتاعنا، واهمها يمكن السكر. يمكن الدهون لا، البروتين لا، يعني كميات من البروتين والدهون لو احنا بنعمل رياضه زي الكارديو دي هتساعدنا على اننا نعمل ديفينيشن، ان احنا نرسم العضله ونسيح الدهون اللي فيها، لكن كومباينيشن ان انا اخد دهون واخد كربوهيدرات يعني كل ده مع بعض وكده، ده مش بيبقى صحي. طيب يا دكتوره، هناك البعض للاسف مثلا بيهمل تناول وجبه الفطور الصباحيه، يعني ممكن يقعد الى بعد الظهر الى بعد العصر ولم يتناول اي وجبه. دي مشكله في مدار صحيه. في مدار، ما اهميه يعني وجبه الفطور لجسم الانسان؟ هو التركيز دي حاجه، ثانيا الحرق منين؟ يعني لو واحده عايزه تخس عمرها ما هتخس من غير ما تفطر مثلا، يعني الفطور مهم مثلا، يعني لان هي طول اليوم هي بتتحرك بتعمل مجهود، هي متخيله ان المجهود ده بيتشال من نسبه الدهون الزياده اللي عندها، ده ما بيحصلش، هو بيتشال من نسبه العضلات الزياده اللي عندها. والاهم انه نشيل الدهون. بالظبط بالظبط، لان بعد فتره معينه تقول لك انا ما باكلش طول النهار وبتخن، بتيجي اخر اليوم تاكل وتنام، فدي مشكلة تانية. هنا الغلط، هنا بقى المشكلة التانية، لأن أكيد لازم هتاكل. النوم بعد العشاء ده كمان مشكلة دي كبيرة. دي مشكلة تانية خالص، لأن أولا بالنهار إحنا عندنا نسبة الكورتيزول بيبقى عالي، نسبة الحرق بتبقى قوية، الجسم بيبقى أكتف. للساعة كم مثلا يا دكتور عفوا، من الصبح للساعة كم بتكون نسبة الحرق؟ ساعات الفجر الأولى لحد الساعة 8-9. 8-9 مساء. ده بدليل إن دايما يقول لك خد دواء الكوليسترول الفجر، خد دواء السكر الفجر، خد الدواء الضغط على الريق الفجر. ايوه، يعني كل دي ادويه بتتاخد ومعدل الكوليسترول سوري الكورتيزول في الجسم عالي علشان يبتدي الجسم يستفيد ويفيد الجسم بالدواء اللي اتاخد. طيب يبتدي بقى يقل على مدار اليوم لحد قبل ساعات الفجر الاولى بساعتين، اي حاجه هاكلها هتتحول لدهون، هتتخزن لدهون على طول، لان مفيش حرق خالص في الساعتين اللي قبل الفجر. عشان كده الناس اللي بتبقى صحية طول النهار احنا عايزين نستغل طول النهار ده لعملية الحرق. بالظبط، يعني هتلاحظ برضو الصلوات الخمسة تقريبا كلهم بالنهار.
يعني صحيح. اخرهم العشاء ان هناخد لنا قيام الليل مثلا، وفي الوقت دوت بينصح في تناول حاجات خفيفه مثلا زي العشاء. دكتوره ايش الشيء المناسب للانسان انه مثلا ياكله حتى انه يتمتع مثلا بنوم هادئ؟ لانه تقريبا الافراط في الاكل بيعمل كوابيس، بيعمل تقلب وقلق طبيعي. في النوم هو الزبادي والفاكهه عموما من الحاجات اللي ينصح بيها. السلطات أيوة. السلطه، طبق سلطه خفيف كده هيبقى جميل جدا. عليه حاجه بروتين خفيفه برضو زي التونه مثلا، شريحه بروتين. يعني هو اضافه البروتين مع الخضروات يعني من الحاجات اللي بتفيد الجسم. نحاول نبعد عن اللبن بقى لان هو مش صحي تماما. يعني يعني ماده اللاكتوز عموما اللي فيها ما بيهضمهاش. أخذنا مثلا قليل الدسم ولا يبتعد واحد؟ هو اللبن عموما يعني مش صحي اطلاقا. طالما دخلنا في موضوع السوائل يا دكتوره، ما اهميه شرب الماء لصحه الانسان؟ في ناس مثلا بيقول انه شرب الماء ممكن يعمل كرش. صحيح؟ لا 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 خالص، هو شرب المية في أي وقت سواء في وسط الأكل قبل الأكل بعد الأكل من الحاجات اللي أولا هتعلي الحرق، هتهضم، هتخلي الأكل اللي احنا بناكله يبقى سهل إن هو يتهضم، سهل امتصاصه عن طريق الأمعاء، ما تحصلش المشاكل اللي هي زي القولون العصبي، الإمساك. بالعكس المية نونسنس إنها تتمنع في أي وقت، هي تتاخد في أي وقت وبأي كمية. اللي عايزة تخس هتخس كويس قوي لو زودت شرب المية قبل الاكل وبعد الاكل. لازم نعرف كمان ان احنا جسمنا كده كده بيطلع مي، العرق ده مي. التعرق الشديد يا دكتوره ظاهره صحيه؟ يعني هو التعرق الشديد نتيجه للمجهود لا اقصد مثلا لو ما فيش مجهود، عمليه التعرق هل هي معناه انه الجسم الحرق بتاعه عالي؟ يعني كويس، يعني مش يعني مش 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 ظاهره غير صحيه. لكن لازم نبقى مركزين بقى ان احنا نشرب ميه كافيه علشان الجسم ما يتعرضش للجفاف مع التعرق ده، دي حاجه. ثانيا لو تعرض الجسم للجفاف ايش المخاطر الصحيه اللي بتحصل؟ كل الاجهزه بتاعه الجسم الداخليه مش هتشتغل بالشكل السليم. هيكون مثلا في ترسبات على الكلى. يعني انت كل جسمك شغال بالميه، القلب، الكبد، الكلى، كل الجسم شغال بالميه. فقله الميه يعني انت تخيل ان انت والواحد نايم حتى مش بيتحرك هو بيستهلك من 8 ل 12 كوبايه ميه على مدار اليوم. في مية بتنزل عن طريق البول، في مية بتنزل عن طريق العرق، في مية بتطلع عن طريق الزفير، عملية التنفس دي مش يعني H2O، بيطلع مية من الجسم. حركة الجسم كلها محتاجة مية علشان يتحرك بشكل سليم. فاحنا بنعمل تظبيط. فنجان القهوة بيسحب اللي احنا بنشربه ده، بيسحب لتر مية من الجسم طبيعي كده وانس انك شربته. احنا عندنا بنحط الميه جنب القهوه علشان نعوض الميه اللي القهوه استهلكت. كل الكافيينات بتستهلك ميه، فلو احنا ما عوضناش الميه اللي استهلكت يبقى احنا بناخد من المخزون اللي موجود ده اذا كان موجود. ده اول حاجه ياثر عليه الجلد. في اي فتره بقى تبص تلاقي الجلد ناشف، في درجه نشفان، الشفايف اتشققت، العين نفسها من اللمعه بتاعتها دي مش هتبقى موجوده، البشره ابتدي بقى الخطوط الرفيعه اللي بدات تظهر في سن صغير. البنات اللي بتحط ميك اب على طول بشكل مستمر او حتى واقي الشمس لو ما شربتش ميه جلدها هيتاثر جدا. فوائد كبيره للمعالجه طبعا الإنسان. اكيد يعني اكيد. طيب يا دكتوره مع تقليل الملح والسكر، منع السكر تمام، دول اخطر شيء، الملح والسكر. يس. السموم البيضاء والدقيق الابيض طبعا، يعني للاسف دي موجوده في كل مطبخ يعني عربي يعني بشكل مع الاسف بشكل كبير. ومش صحي خالص. ما بيعرفش الواحد بالاشياء هذه الا بعد ما يقع الفاس في الراس، يعني بعد ما يصاب الانسان بالامراض تحصل تحصل الامراض ويبتدي يعمل. طيب يا دكتور أنا بس احنا أوكي. ممكن نلحق الموضوع. شوفي مثلا الانسان بيتمتع بصحه جيده، ليش مثلا الانسان ما يعمل يعني مثلا وقايل نفسه؟ يعني انا مثلا ممكن اترك السكر وانا مش مصاب بالسكر، يعني بالزبط. يعني طالما انا اتمتع بصحه جيده يعني بلاش السكر، حاجه غلط. يعني الناس بتفرط في الشاي، في النسكافيه، في هو ده. يعني انا بلاحظ ان كتير جدا مثلا بتتكلم في 4-5 كوبايات شاي على الاقل في اليوم، محطوط عليهم معلقتين 3 سكر،
دي كارثة يعني أذيت المعدة، أذيت القولون، أذيت الصحة العامة، القلب، لا يعني أعراضه الجانبية كتير. الخلايا السرطانية غذائها الأساسي على السكر يعني. مع الأسف عملية الأبوبتوزيس اللي بتحصل في الجسم، اللي هي إن الجسم يبتدي يلتهم الخلايا الضارة من كتر السكر، بيبتدي الجهاز المناعي ما يتعرفش على الأجسام الضارة في الجسم وياخد العاطل بالباطل، فتبتدي تظهر أمراض المناعة يعني السكر والحاجات الجلدية زي البهاق وزي الصدفية والكلام ده كله. ده بيبقى الجسم المناعة بتاعته عالية جدا، وما بيبتديش يقرأ حاجات معينة، ما يعرفش يقرأ الميلانين بتاع الجلد، ما يعرفش يقرأ الطبقات بتاعة الجلد نفسها. خلايا الدم البيضاء يبتدي يخبط فيها لأنها بتبتدي تزيد بشكل مش طبيعي يعني. طيب يا دكتورة، لو دخلنا في موضوع الوجبات السريعة، طبعا موضوع متعارف يعني في مخاطر صحية لهذه الوجبات، وللأسف هناك أيضا الكثير من أولياء الأمور بيساهموا في أنه مثلا ربة البيت تقول أنا مش حطبخ اليوم، فتضطر أنها تطلب فاست فود. ودي المشكلة الكبيرة، والمطاعم منتشرة دي الوجبات السريعة. لا، هو بص، هو الريحة بتاعت الوجبات السريعة هي اللي بتبقى عاملة المشكلة دي كلها، لأن بعطين فيها دهون، والدهون اوريدي التوابل ريحتها يعني. حلوة، والتوابل ريحتها حلوة يعني. لكن احنا موفرين يعني الناس كتير قوي موفرين أجهزة البخار اللي موجودة في سيبك من الميكرويف خالص يعني. احنا ده موضوع عاوزين نتكلم عليه، ده طبعا سيء جدا. لكن في البخار ماشين اللي بتبقى موجوده، دي بتبقى عباره عن 3 طبقات. انت بتبتدي تحط البروتين في الطبقه الاولانيه، والخضار والمكرونه او الرز، افضل انهم يكونوا براون من الحبوب الكامله يعني. ولو حطيت شويه ميه وشغلت البخار، كل ده هياخد من بعضه ما بتكملش النص ساعه، بتكون الوجبه بقت صحيه. احنا قصتنا في التعود، مش قصتنا في الفاست فود، ان احنا اتعودنا او استسهلنا. لكن انت لو حطيت على الترابيزه السفره بتاعتك او حتى بتاعه الريسبشن، حطيت خضار وفاكهه وسلطه، وكل واحد دخل نقنق من الحاجات ديت، يعني دي حاجات صحيه جدا، والالوان دي كلها عباره عن صيدليه نباتيه طبيعي السلام. يعني بدل ما ناخد الفيتامينز قدامك بكل انواعها، وهتبقى مشبعه وجميله، هيتبقى عندنا البروتين، ويتبقى عندنا ثقافه بقى ان احنا نحافظ على وزننا. احنا مش هنقعد نحشر الاكل ونملى يعني برضو لازم نهدي المعده. ويمكن انت لو جبت مثلا يعني دايما بقول للناس اللي جايه لي علشان تخس، نجيب اسمه ايه الخلاط، وملاه كله أكل وشغله، مش هيشتغل يعني. لو جيت تشغله صحيح. مش هيشتغل، ما بالك يعني بمعدة الإنسان. فلو مليناه أكل والتلت مية، تلت أكل والتلت مية والتلت فاضي وبالهداوة وشغلته، هيلف كويس قوي. هي دي المعدة. فلازم المعدة تشتغل. ويمكن في حديث نبوي في الموضوع دوت، اللي هو التلت للأكل والتلت للمية والتلت للنفس. فطبعا يعني المعدة برضو احنا بنسترس عليها بالأكل، وده برضو مش صح للأسف الشديد. طيب يا دكتورة، يعني الإنسان مثلا عندما ينظم يومه، مثلا ينظم عملية تنظيم الوجبات، هل هذا التنظيم بيساعد على إنقاص الوزن؟ أكيد طبعا بيساعد. وبلاش يعني، هي فكره ان احنا حاطين الاكل في دماغنا وشغالين بيه، احنا هناكل ايه النهارده، دايما اول ما نصحى الصبح كده احنا هناكل ايه النهارده. فخلي التفكير في الاكل ده اخر حاجه يعني هو الموضوع بس ايه المود نفسه او طريقه التعامل مع الاكل، ان هو حاجه اساسيه. لا، هو حاجه علشان تعيشنا بس، عشان نفضل عايشين موجودين في الحياه يعني. فقد ما نقدر نهمشها، واي حاجه هتكفي وهتمشي الدنيا يعني. في وجبات بتساعد على التركيز، وفي وجبات مهمه جدا للرياضيين، وفي وجبات مهمه جدا للناس اللي بيشتغلوا نشاط في حركه يعني. كل دي ليها اساسياتها، لكن خلينا نقول القاعده الاساسيه العريضه لده كله هو البروتين والخضار والفاكهه.
واحنا هنتناول من الثلاثة دول. هنيجي بقى عند الكربوهيدرات اللي هي طبعا مصدر الطاقة، وده ممكن يكون مهم وهياخد شير مش كبير قوي في الوجبة بتاعتنا، ده للناس اللي عايزة تخس. طب الناس اللي بتبذل مجهود وبتروح تلعب رياضة وعندها تمرين، لا ده مهم جدا ان احنا ناخده قبل التمرين مثلا بساعتين. فهو التنظيم على حسب الوزن وعلى حسب الشغل وعلى حسب النشاط اللي بيتعمل وعلى حسب انا بنام طول الليل ولا بنام طول النهار، يعني برضو الحرق بيخش في القصة. على ضوء كلامك دكتورة، وعلى حسب الحالة الصحية ما شاء الله، يعني الدول العربية يعني تتصدر نسبة عالية في قوائم الأكل. لا السمنة يعني عندنا كمجتمعات عربية نحن يعني مع الأسف مع الأسف ما بيتحركوش وبياكلوا كتير. طيب يا دكتورة، مثلا في بعض الناس بيسافر مثلا بيقضي إجازات خلال أيام العيد أو أي إجازات يعني، فما بيستغلوش الإجازة هذا بالطريقة الصح، أنا ممكن أخذ أشياء صحية معايا زي ما قلتي مثلا زبادي وخضرة وتونة، لا بياخذوا الرز واللحمة بيستمتعوا يعني. فالمفروض ايضا الاجازات هذه يستغلها واحد استغلال صحيح يعني. والله يمكن الاجازات دي اكتر يعني لو هم بيحرقوا بقى، يعني بينزلوا البحر وبيتحركوا وبيجروا وبيلعبوا ويركبوا عجل وما اعرفش يخشوا يستمتعوا وياكلوا شويه يعني. شوف التناجر الطنجره بتسمى بالمصري. لكن طبعا بيبقى برضو نسبه المأكولات يعني انا مش عايزه برضه اعقد الناس واقول لهم، لكن فعلا كونسبت الاكل يعني احنا نظم اكلك يعني نتفق انه كل من كل حاجه بكميات صغيره، بس ما تبقاش يعني يمكن في نظام طالع اسمه نظام اللقيمات. اللقيمات يعني من الانظمه اللي هم اتفهمت على اننا كل شويه هناكل حاجه صغيره، اوكي ده برضو من الحاجات اللي بتطلع برضو انسولين كل شويه، انا كل ما هاكل هطلع انسولين دي حاجه ممكن بننصح بيها مرضى السكر. الناس اللي بتاخد جرعه السكر بتاعتها لازم هتاكل، فلو الدكتور كاتب 3 مرات في اليوم احنا لازم هناكل 3 مرات في اليوم، مرتين في اليوم لازم هناخد مرتين في اليوم. فاحنا علشان نتجنب الامراض وخصوصا مرض السكر، ويمكن يكون ده من الامراض الواضحه جدا في المجتمع عندنا دلوقتي، نخلي وجبتنا مرتين في اليوم، ده هيبقى كويس قوي. وما بينهم احنا صايمين مع ده الميه، ده هيبقى من الوجبات او من الانظمه اللي بتساعد جدا على اساس ان جسمنا ما يطلعش انسولين، وفي نفس الوقت يبتدي يشغل حرق مخزون الدهون الزياده اللي موجود في الجسم. طبعا لو عند الرجاله هتبقى البطن والجناب، ده المشهورين بالسمنه، لو عند السيدات عاده بتبقى بطن ارداف دراعين ظهر كده. السادة المشاهدين، تمتاز اليمن طبعا بوجود ينابيع جميله فيها، لكن ايضا هناك نبع اسمه نبع ماء احلاه يمتاز ب منظر جميل ورائع يريح النظر والنفس. نتابع هذا التقرير السياحي ثم نعود لاستكمال حواري مع الدكتورة ولا. مرادفات الحياة في هذه الواحة كثيرة، الماء، تنوع المخلوقات، الأشجار المثمرة والظلال ونسيم هذا الوادي، كلها ألوان جمالية تدهشك، ولكن ما يحيرك هو نبع الماء هذا، حتى تتساءل هل الماء اختار هذه الشجرة لتكون منفذه للخروج إلى الحياة؟ أم هي من اختارته لينبع منها؟ سر إلهي لا تجد أمامه إلا أن تقول سبحان الله. نبع ماء أحلاه كما يسمى، وتسمى المنطقة أيضاً نسبة إليه، عرف هكذا منذ مئات السنين، يتسلل بنعومة في أوقات وتجده دافق في أوقات أخرى، تقترب منه المخلوقات والمزارع لتحيا، وتروي منه الأنعام العطش. Thank you.
من نبع ما أحلى إلى أحلى مشاهدين. دكتورة ولا، طبعا في ناس المتعرضين للسمنة طبعا بيفضل أنه يختار الجوع، فهل الجوع مثلا بيساعد على انقاص الوزن ولا لازم أستشير طبيب وأتبع نظام غذائي معين؟ لا، هو الجوع لحد معين. يعني أنا ما استناش أن أنا أوصل لدرجة الجوع، وما استناش لأني أوصل لدرجة الشبع برضو. يعني لازم يبقى في توازن ما بين الحتتين دول. لو جعت هاكل، ولو كلت ما شبعش. يعني دي في الأكل دايما لازم تكون موجودة. التفكير في الأكل بيجيب جوع، عدم التفكير في الأكل بيجيب شبع. التوازن في الوجبة نفسها مهم، إن أنا أخد وجبتي متوازنة فيها كل الأساسيات اللي أنا محتاجاها كسن وكصحة وكوزن وكحالة صحية وسيد أو يعني زي ما قلنا في عوامل كتير قوي بتعتمد على تجميعة الوجبة نفسها هتبقى عاملة إزاي. لكن في الآخر لما باكل وجبتي ما وصلش لدرجة الامتلاء. شرب المية قبل الوجبة وأثناء الوجبة وبعد الوجبة بيساعد جدا على تنظيم الوجبة دي وعلى هضمها بشكل سليم. ما نحطش ملح كتير، ما نحطش حاجات كتير فوق بعضها. يعني أنا مثلا لو هاخد البروتين مثلا، اللي عايز يخس غير اللي عايز يتخن. يعني أنا عايزة أنزل وزني، فأنا هحاول أبعد الأكل عن بعضه شوية. يعني أخد البروتين ما أخدش كله على بعضه. اللي عايز يتخن ياخد كله على بعضه كتير، فيبقى عنده قصة الحرق تبتدي تقل، فيبتدي الجسم يستفيد باللي بيتاكل. أنا عايزة أخس، لأ، هقلل الوجبة وأخد مية كتير عشان يبتدي الجسم يحرق اللي بيتاكل. ده مهم جدا. هل يتبع ده حركة أو لا؟ لأ، في الحالتين أنا محتاجة الحركة. هل عايزة رياضة؟ محتاجة رياضة. لو أنا عايزة أزود وزني أنا محتاجة أعمل تنمية عضلات. لو أنا عايزة أزود حرقي علشان أخس أنا محتاجة برضو أعمل رياضة وكارديو علشان أسيح الدهون اللي على العضلة الزيادة علشان الجسم يبقى شكله مظبوط. طيب دكتورة ولا، تناول المشروبات الغازية هل بيؤثر على موضوع الدايت؟ طبعا، لان المشروبات الغازيه كم السكر اللي محطوط فيها كتير جدا. يعني اي مشروب غازي الكنز دوت ما بيقلش عن 20 مكعب سكر، على حسب هو كمان ايه، دايت ولا لايت ولا لونه ايه. من المؤسف يا دكتوره انه في ناس ما بتاكلش اي وجبه الا بالمشروبات الغازيه، كده هم بوظوا القولون بتاعهم تماما. المشكلة بقى في المياه الغازية ديت والجرعة نفسها. أنا لو هشرب حاجة زي كده، لو عد عليا ساعة مركزة ده هيبقى كويس جدا. يعني بيضعف القدرة على التركيز بشكل مش طبيعي. طلاب الجامعة والناس اللي رايحة تعمل رياضة واللي ناس هتركز عشان تكتب حاجة أو تقرأ حاجة، الموضوع ده بيبقى صعب عليهم جدا. التفويلة اللي بتحصل دي وبعدين الجسم يقع الحرق بتاعه وبعدين أخد حاجة تانية علشان يزيد كافيين بقى أو أشرب مياه غازية أو كده، تبص تلاقيه طول النهار معتمد على المياه الغازية دي علشان يركز، وفي نفس الوقت يعني حاجه كالوريز بتاعتها عاليه جدا وفي نفس الوقت ما فيهوش فايده. يعني بيقولوا عليها الامبتي كالوريز، السعرات الفاضيه، ما فيش فيتامين واحد داخل جسمك، هي كلها مدمرات للصحه العامه مع الاسف الشديد. فانا باخد سعرات حراريه بتحولني لحد سمين، بتخلي جسمي مقابل للأمراض، يعني مستقبل للأمراض والمشاكل الصحية، بالإضافة للتندنسي الاستعداد للسمنة. وفي نفس الوقت أنا ما استفدتش حاجة خالص، جسمي ما استفدش حاجة خالص من كل الكالوريز اللي داخلة دي، فيش. دكتورة، هناك مثلا المصابين بالوزن الزايد بيلجوا إلى الجراحات أو تداخل الجراحي. أولا، ما هو الجديد في هذا الموضوع؟ وهل ممكن الإنسان يلجأ إلى العملية الجراحية أفضل مثلا من موضوع الدايت وعمل رجيمه؟ اللجوء للعمليات الجراحية بعد ما بتكون كل المحاولات الطبيعية ما قدرناش نتغلب أو ما قدرناش نخش فيها.
كمان في موربيد اوبيزيتي، اللي هي لما يكون معامل كتله الجسم زاد عن ال 45، من 44 لل 45، اللي هي السمنه بقى المفرطه او السمنه المرضيه او السمنه القاتله. يعني في ثلاث درجات من السمن. اول درجه دي احنا مش محتاجين، احنا محتاجين نعمل شويه كنترول، اوكي، ان هو ان الوزن يبقى زايد 10 كيلو عن الطبيعي، 15 كيلو عن الطبيعي. لكن لما يبقى زايد اكتر من نص الوزن، يعني لو انا وزني 60 دخلت فيما بعد ال 120 مثلا، في الحاله دي بقى في اخطار، اخطار على القلب واخطار على الجهاز التنفسي واخطار على الصحه العامه. كمان الدهون بتبقى مش كمان داخليه بس، كمان على الاجهزه، ضغط على الاجهزه، هي بتبقى دخلت كمان في الاوعيه الدمويه. فدي هتبقى المشكله الجامده جدا، لان الجسم في الوقت دوت بيبقى عنده استعداد للجلطات، والجلطات دي طبعا حاجه فيتال يعني مشكلتها، وخصوصا لو في كوليسترول. وطبعا مش ممكن، صعب جدا ان يبقى في سمنه مفرطه والوزن معدي ال 120 وما فيش كوليسترول، صعب جدا. في الحاله دي ممكن يكون قرار الطبيب لعمليات تحويل المسار او قص المعده او الباي باس او واتس ايفر علشان اقدر انزل الوزن بسرعه، ده في الحاله دي مهم جدا، رغم الريسك اللي بيخش فيه المريض من العمليات دي. لازم نبقى عارفين كويس قوي ان العمليه دي بيبقى فيها اقرار بيتكتب واحنا داخلين، المورتاليتي والموربيديتي، ان انا ممكن يحصل لي حاجه جوه لاي سبب افقد حياتي. فلازم عشان اقرر ان انا اخش اعمل العمليه دي ابقى عارف كويس قوي ان الموضوع ده مش رحله انا داخله انجوي فيها، برضو في ريسك قدامها، بس انا مضطره علشان احافظ على حياتي، وطبعا كله بايد ربنا يعني. فبدل ما نخش في كل ده كمل اول. والناس كمان متخوفين الفترة دي من دخول غرف العمليات، انت عارفة بسبب موضوع كورونا. ما بقاش سهل طبعا، وقرار مش سهل خالص دخول غرفة العمليات، ده قرار عايز تفكير وعايز تحاليل وعايز تظبيط ما قبل التحاليل. وعلى فكرة اللي بيخش يعمل العملية دي بيبقى صايم قبلها وبيبقى ماشي على نظام غذائي قبلها، ونظام غذائي محترم كمان يعني. يعني هو مش هيخش يعمل العملية وهو واكل بطاية قبل ما يدخل مثلا يعني. نتمنى طبعا السلامة للجميع. السادة المشاهدين، فاصل ثم أعود لاستكمال حواري مع الدكتورة ولاء أبو الحجاج. كورونا، لتحمي نفسك، أسرتك، مجتمعك من هذا الفيروس، قم بغسل يديك بالماء والصابون أو المعقمات باستمرار وانتظام. تجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم بيدين غير نظيفة. تجنب لمس الأسطح غير المعقمة، واغسل يديك بالماء والصابون بعد ملامستها فورا. تجنب الأماكن المزدحمة، تجنب المصافحة. عند استخدام الكمامات تأكد من تغطيتها للأنف والفم بإحكام، وتجنب لمسها باليد بمجرد وضعها على الوجه، وتخلص منها فورا بعد استخدامها. ولا تنسى أن تغسل يديك بعدها بالماء والصابون جيدا، لأنها قد تكون سببا لانتقال العدوى، والابتعاد عن التجمعات والمصافحة من أهم طرق الوقاية من هذا الفيروس. مرحبا بكم مجددا دكتور. أنت بتشوفي أنه الآن ارتفع مستوى الوعي لدى الناس في موضوع كورونا، يعني في التزام أكثر بلبس الكمامة، باستخدام المعقمات، بالتباعد الاجتماعي؟ up and down، يعني ساعات كده بيجي لك ويف من الالتزام، الناس ملتزمة، ساعات يجي لك ويف من الناس مش ملتزمة. تعرفش هما بيزهقوا ولا بيجي لهم حالة احباط ولا ايه، بس طبعا الواحد عايش الجو دوت. لكن ده مش صح طبعا، يعني المفروض يبقى الالتزام مهم جدا، وخصوصا لما يكون في كميونيتي. انا احيي عبر البرنامج، احيي الشعب المصري، احيي الحكومة المصرية، طبعا كان هناك زيادة الوعي، في نسبة وعي عالية جدا، الالتزام طبعا، كان في قرارات لموضوع الإغلاق يعني في 9 مساء. أنا بصراحة في الشارع بشوف الناس ملتزمين يعني. لا هم ملتزمين بدي ولازم يلتزموا، الحقيقة دي ظاهرة صحية، أنا شايفاها ظاهرة صحية، يعني الناس تنام بدري ده ظاهرة صحية، وهيحافظوا على صحتهم وهيحافظوا على جهازهم المناعي، ده مهم قوي. لو لاحظت في الجو العام يعني في الزحمة ملتزمين، يعني
قصة الالتزام 24 ساعة برضو دي يعني صعب ومش موجودة يعني، لكن إلى حد ما نعتبر إحنا شعب ملتزم وعندنا restrictions كتير. يعني صعب حد تلاقي حد ماشي في سوبر ماركت وحواليه ناس كتير قوي وشايل الكمام، هتلاقي 100,000 حد حتى لو حصل بينتقدوا. حتى لما يدخل، انا بشوف لما في القاهره بندخل اي مكان الكمامه يعني دائما الناس لازم. دي حقيقه يا دكتور. على موضوع يعني كورونا ايضا، يتساءل البعض اللقاح ضد فيروس كورونا، في ناس متخوف انه ياخذ هذه اللقاحات، هل هي مهمه للانسان؟ أنا مع أنه يتخد actually. يعني أنا مع، يعني لو حد سألني بالأسف اللي بيروجوا للإشاعات إن هذه بتعمل مضر للجسم، طيب لا لا هل لا معقول لا. أنه الشركات المصنعة للأدوية راح تعمل شيء يضر الإنسان؟ أكيد بالعكس. والحكومات أيضا هي واعية، يعني مش هيدخل لقاح إلى بلد إلا هم عارفين أنه اللقاح هذا مفيد. بالضبط. وفي ناس له أولويات، يعني في ناس ليهم الأولويات في اللقاح، كبر السن، الناس اللي عندهم مشاكل مناعة، اللي عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي ومحتاجين أن هم لا، يعني هو لا يتاخد. أنا مع أن هو يتاخد، يعني هو أبلابل ناخده مش هيضر. طيب يا دكتورة، لو رجعنا لموضوعنا، أنت ذكرت أن الرياضة هي يعني مفيدة لجسم الإنسان جدا، هل بدون الرياضة يقدر الإنسان أنه يخفف من وزنه مثلا؟ لا ما يقدرش. لابد من ممارسة الرياضة. لازم ممارسة الرياضة. ماشي يومية لمدة كم؟ يعني أي نوع من أنواع الرياضة على فكرة، يعني المشي، حتى تظبيط النفس أثناء أثناء الحركة. ست البيت اللي واقفة بتعمل شغلها ديت وبتظبط نفسها بس وتحاول إن هي تشفط بطنها، ده رياضة على فكرة. طيب يا دكتور، أعمال المرأة في البيت هل تعتبر يعني رياضة؟ لا ما تعتبرش رياضة، بس ممكن أعمل لها دمج رياضي، يعني أعمل لها تحويل رياضي كده، إن أنا وأنا واقفة بغسل المواعين أنا هعمل تمارين تنفس وهشفط البطن وهرجع كتافي لورا وهبتدي أحرك، يعني هي أوريدي. يعني يا دكتورة، الشهيق والزفير ده رياضة؟ طبعا. أنا بدخل أكسجين للرئتين، الرئتين دي بتاخد الأكسجين تدخله كل الأنسجة بتاعت جسمي. طيب شهيق وزفير مثلا يشتغل يعني لمدة كام؟ يطلع تاني ثاني أكسيد الكربون. يعني لمدة كام؟ يعني هي لو اتعودت على ده يبقى لايف ستايل هيبقى كويس جدا. وخصوصا مش بس الشهيق والزفير، انت بتعمل طب ولسه الاخرانيه بقى اللي هي اللي هو الريزيديوال اير، اللي هو الهواء اللي في اخر اتنين لوب في الرئه. احنا عندنا ثلاثه لوب، اوكي، فصوص. اخر حبه دول اللي هم بيطلعوهم السموكرز اللي بيشربوا سجاير والحاجه دي، فالهاف دي هي طلعت شويه ثاني اكسيد الكربون اللي متخزنين تحت، دول محتاجين جدا ان هم يتجددوا جدا، فدول الهفه الاخرانيه دي. فدي بتطلع بالرياضه، بتطلع مع الحركه. مفيش خسسان هيطلع من غير اكسجين، مفيش، مش هيحصل. جميل. انا عايزه ادخل الاكسجين للانسجه والعضلات واجهزتي كلها، كل الخلايا علشان تبتدي تشتغل والحرق بتاعها يتظبط. يا دكتوره، ايضا في مدخن للاسف الشديد، يعني عاوز يمشي وعاوز يعمل رياضه لكن بيدخن، ما هو بيدمر صحة يعني. هو لا دلوقتي بص، يعني بيجهد نفسه. لا، هو الرئتين دول هو بيكسر فيهم، هو الحويصلات الهوائيه دي، التدخين الحاجات اللي داخل النيكوتين ده بيكسر الحويصلات الهوائيه. ما هي الحويصلات الهوائيه دي هي البارير اللي بتدخل الاكسجين للاجهزه، فهو كسر دول. ايه اللي هيخش بقى، هيخش ازاي حقيقي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى، انت عارف لو فردت الحويصلات الهوائيه دول هيبقوا قد ملعب تنس، قد ملعب تنشوف عددهم قد ايه. عشان كده الاثار الجانبيه للتدخين طبعا بتبقى باينه من اول يوم، لكن هيفضل عايش بدوت لغايه اخر حبه صغيرين يعني، لكن هيبقى عايش ازاي، هي دي المشكله. وبعدين نعمه ربنا احنا بنضيعها خالص كده ليه؟ طيب يا دكتوره، الاعتماد على نظام رجيم واحد هل يكفي لانقاص الوزن؟ تقصد نظام ريجيم واحد يعني اكل واحد، نوع واحد من الاكل، ولا نظام واحد غذائي واحد؟ اقصد انه نظام غذائي واحد، يعني انه انوع البروتين، يعني مثلا انه كل يوم اكل زبادي سلطه، زبادي سلطه، ولا لازم انوع في الرجيم؟ لا طبعا لازم التنويع.
لازم التنويع، والتنويع يكون بشكل صحي. بس الزبادي والسلطة أو الزبادي والفاكهة، وإحنا بنغير الفاكهة، الزبادي من أنواع الماكروبيوتكس اللي هي بتحافظ لنا، يعني هو يعني تقدر تقول عليه إن هو ده اللي بيحافظ أو بيساعد على حاجة اسمها الجات فلورا. الجات فلورا دي نوع من أنواع البكتيريا اللي بتبقى موجودة على أمعاء، ودي بتبقى معدية الفلورا اللي هي البكتيريا النافع. أنت ذكرتي موضوع الفواكه يا دكتورة، هل في فواكه معينة أبتعد عنها أثناء عمل الدايت؟ على حسب نوع الدايت، يعني في دايت اللي هو هيعتمد على البروتين بس، وخصوصا برضو مستهدفين مرضى السكر والكوليسترول، اللي بيعتمد على انا عايزه احرق بقى، احول التفويله بتاعتي من كربوهيدرات لدهون واحرق من مخزون الدهون. ففي ثلاث انواع من الفاكهه اللي تعتبر فاكهه يعني اللي ممكن اشتغل عليها، هي الفراوله والافوكادو يعني والليمون، يعني يعتبر برضو من الفاكهه. الباقي كله يعتبر نسبه الكربوهيدرات فيه عاليه، زي بقيت بقى الفاكهه زي الموزاية مثلا، يعني دي رغم ان نسبه المغنيسيوم اللي احنا محتاجينه من الموز وخصوصا الصبح ده بيبقى مهم جدا جدا علشان نقدر يدينا طاقه ويدينا بوش، وخصوصا لو في رياضه يعني. طيب العصائر الفريش مثلا هل تغني عن الفاكهه؟ هو مشكلة العصاير الفريش إن, إن, إن هي هيبقى فيها نسبة فركتوز عالية جدا، ونسبة الفركتوز العالية دي برضو مش بتبقى صحية قوي. لكن أنا لو خدت الفاكهة بأليافها الكاملة، يعني البرتقان أنا شلت الألياف ورميتها وخدت الجوز بتاعها، فالكوباية دي بقى فيها 5 برتقانات، which is too much fructose, too much. وطبعا العصاير ما تتخدش مع الوجبة، لازم تبقى بعيدة عن الوجبة. يعني ممكن فأنا لو خدت الفاكهة أخذها مثلا قبل الوجبة ولا بعد الوجبة العصائر؟ هو يعني بص، هو العصائر يعني نقلل منها خالص قد ما نقدر يعني، لكن هي الفاكهة في وسط الوجبة حتى ما فيهاش مشكلة، والابتعاد في وسط الوجبة حتى ما فيهاش مشكلة. والابتعاد أيضا عن العصائر المصنعة دي، دي بقى سكر بقى كمان مش فركتوز بس، دي طبعا مش صحية. يا دكتورة بنشوف يعني المواد المصنعة بيقول لك برتقان طبيعي، موز طبيعي، مش هتلاقي حاجة تفيدك، مش هتلاقي حاجة كلها مواد حافظة لا ناخد البرتقانية من الشجرة ونقشرها، وحتى قشرة البرتقانة نفسها ندعك بيها جلدنا، حلوة كفيتامين ومليانة أويلز، وهتخلي الجلد يبان تاند كده وصحية، وبعدين ارميها في المية بتاعت الغسيل اللي استغسل بيها المواعين بعد قمالة. لا مليانة فوائد. البذر نفسه على فكرة بتاع الفاكهة كله ده مقاوم للسرطان، يعني نغلط وناخد بذرتين ثلاثة كده حتى نبلعهم، ده مضاد أكسدة قوي جدا. إذن بالانتقال إلى فقرة المطبخ، طبعا هناك طريقة سهلة وجميلة لعمل الحمص داخل المنزل والاستغناء طبعا عن شرائه من الخارج. نتابع هذه الفقرة.
بالعافية عليكم وبالهنا والشفاء. الخلاط أصلي يا دكتورة. الحمص المهمة بروتين يعني. نباتي. دكتورة يعني نصل إلى السؤال المهم، هل الرجيم يعني الامتناع عن الدهون؟ لا بالعكس خالص. الدهون على فكرة من الحاجات المهمة جدا للرجيم على فكرة، يعني احنا محتاجين دهون وكربوهيدرات وبروتين وفيتامينات، دي كلها احنا محتاجينها علشان نمشي في نظام غذائي سليم. بس هو القصة كلها احنا هناخد قد ايه من ده وقد ايه من ده. المخ عبارة عن دهون، تركيبة الجلد دي عبارة عن بروتين، جسمنا كله واخد من الثلاثة دول الأربعة، يعني الفيتامينات والمعادن كمان. لكن هي القصة كلها، فأنا محتاجة نسب قد إيه من كل حاجة من الحاجات دي، بس مش أكتر من كده. طيب يا دكتورة، أيضا في سؤال أنه شرب الماء الدافئ في الصباح على الليمونة بالليمون، يعني هل هو ضار على جدار المعدة؟ هو الليمون ما يستحملوش أي جدار معدة، ويعني برضو مش من الحاجات الصحية قوي. لكن احنا لو شربنا مية دافية الصبح هيبقى كويس. اي حاجة مختلفة عن 37 درجة حرارة الجسم هتبقى كويس على فكرة. في حاجات بتنقي الجسم من السموم، ده يعني احنا لو خدنا فصين توم برضو، لو المعدة بتاعتنا في حالة جيد، فصين التوم مع كوباية مية دافية هيبقى كويس جدا، لانه هيطهر الجسم من السموم. الناس اللي عندهم استعداد لحب الشباب دول من غير ما ياخدوا مضاد حيوي، هو دي كبسولة مطهرة للجسم ضد حب الشباب والدهون والإفرازات الدهنية والجلد اللي بيعرق بزيادة على فكرة. في دلوقتي مثلا في الصيف بيقولك إكسترا هيدروزيس، اللي هو التعرق في الإيد والجسم بيبقى بينزل مية كتير. التوم بيظبط الموضوع دوت مع شرب المية الدافية الصبح على الريق، ده مهم جدا. وزيادة شرب المية بتعمل ديتوكس للجسم، بتخلي الجسم يمنع ظاهرة التعرق ده، مع طبعا بعض العلاجات البسيطة. إذن يا دكتورة في الأخير، استعادة التوازن النفسي قبل الغذائي مهم جدا. هو أنا مش هعرف أظبط غذائي غير لو إذا كنت متوازنة نفسيا. نحتاج إلى قوة إرادة. أكيد بالضبط، دي حقيقة فعلا، دي حقيقة. دكتورة، اللحظات الجميلة دائما ما تنتهي بسرعة. أنا مسرور جدا بتواجدك معنا. أنا أسعد بحضرتك صباح يا دكتور اليوم. صبري بصراحة يعني جامد. مذاكر كويس جدا بصراحة. الله يخليكي. دكتورة ولا أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية والتجميل، كنت ضيفة عزيزة وغالية علينا في البرنامج. أتمنى لك المزيد من التألق طبعا في أعمالك الكثيرة ما شاء الله. يعني كلك ذوق يا أستاذ صبري. المرضى اليمنيين ملتزمين عندك في العيادة ولا لا؟ المين؟ المرضى اليمنيين. أنا بحبهم جدا على فكرة. ملتزمين. جدا. أهم حاجة يكونوا ملتزمين. السادة المشاهدين، وصلت معكم إلى الختام. الحياة لا تلتفت إلى الوراء، علينا أن نستمر معا لمواجهة الأزمات وتجاوز الصعاب. ابتسموا دائما في وجه الحياة. صبر خير.
بكرة أكيد الحال غير، الخير جاي لك يا طير والحافظ الله. أم اليمن الصبر خير، بكرة أكيد الحال غير، الخير جاي لك يا طير والحافظ الله. الحافظ الله 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 احفظها يا الله. حزننا ما بيطول عليك يا رب الحلول، احفظها يا الله. شدة وبعون الله تزول، وحزننا ما بيطول عليك يا رب الحلول، احفظها يا الله.